التفرعات ديالها، كاين الناس اللي كيعشقوا هاد البلاد وكيموتوا فيها بحالك انت وانت 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 وانت. ما نعتقدش بلي حنا بوحدنا. المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا للفترة الممتدة من 23 يناير إلى 8 فبراير المقبل بمناسبة عطلة الأسدس الأول المدرسية. وذكر بلاغ للمكتب أن هذا البرنامج يهدف إلى تأمين سفر زبائنه في أحسن ظروف الراحة والأمان تحسبا للحركة الدؤوبة للمسافرين التي تشهدها عادة هذه الفترة. وأضاف البلاغ أنه سيتم في إطار هذا البرنامج تعزيز وبرمجة قطارات إضافية على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية، كما وضع تسهيلات من أجل اقتناء التذاكر تفاديا للانتظار بتعزيز عدد شبابيك التذاكر بمحطات وتسهيل عملية الولوج إلى الأرصفة والقطارات بالمحطات. انتهت النشرة. هذا تذكير بالعناوين. المخزون المائي بسدود شمال المغرب تجاوز 927 مليون متر مكعب مع بداية يناير الجاري. المقتضيات الضريبية لقانون المالية لسنة 2015 محور ندوة بطنجة. التراث الثقافي المادي وغير المادي لشمال المغرب يشكل رافعة أساسية لتنمية المنطقة. وقد تضمنت النشرة أخبارا أخرى متفرقة. شكرا على تتبعكم، إلى اللقاء إن شاء الله. تعذر عليه قطع الطريق بسرعة، حاولوا تكونوا متسامحين ومتساهلين معه، وما فيها بس إذا سمحتوا في حقكم على الطريق، لأن الحق الأهم هو الحق في الحياة. لنغير سلوكنا. مع تحيات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. لحظة من فضلك. قيم المواطنة مظهر من مظاهر الأخلاق الرفيعة. احرص أخي المواطن أختي المواطنة على تربية أبنائك على قيم المواطنة الحقة، لأن مستقبل وطننا هو مستقبل أبنائنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في برنامجكم المباشر بين الإدارة والمواطن، ونواصل حديثنا حول موضوع توسع شبكات النقل العمومي الحافلات لتصل إلى الجماعات القروية، خصوصا مراكز هذه الجماعات. معي مكالمة هاتفية نستقبلها ونواصل مع الضيوف الكرام. مرحبا. أهلا وسهلا سيدي، شكون معايا؟ معك محمد عبد الهوات من جماعة قروية جماعة الوطن. مرحبا سي محمد عبد.